يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الزمان هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس، اجلس في بيتك. هل هذا هو هذا الزمن؟ الحكم على الزمن بأنه هو الزمن المقصود لا يحتاج إلى دليل، لكن نخاف أن يكون هو الزمن المقصود، نخاف خوف ولا نجزم لذلك. وأما الاعتزال هذا حسب المصلحة والمضرة، فالذي يخالط الناس في اختلاطه مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم هذا يجب عليه الاختلاط، والذي ما لا فائدة من اختلاطه بهم ولا يستفيد منه ولا يقوم بشيء هذا الاعتزال أحسن له. نعم.